في الحقيقة في جائزة عالمية حصدها عالم مصري عن جدارة. العالم ده اسمه الدكتور هشام سلام. دكتور هشام سلام هو باحث في مجال الحفريات الفقرية. في الحقيقة هو أسس مركز للحفريات الفقرية في جامعة المنصورة، والمركز ده بإمكانيات بسيطة جدا وباحثين بسطاء جدا قدروا ان هم يعملوا عدد كبير جدا من الإنجازات في الصحراء الغربية، ويشوفوا الفقريات ويشوفوا الحيتان ويشوفوا الديناصورات، وعملوا فعلا طفرة لدرجة ان ناشونال جيوغرافيك اتكلمت عنهم وعن إنجازاتهم. الجائزة الحقيقة اللي حصل عليها دكتور هشام هي جائزة روبرت لين كارل، اللي بتعتبر إحدى أكبر جوائز التخصص في العالم في مجال الحفريات الفقرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم منح هذه الجائزة لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنويا، تقديرا للتميز العلمي والإسهامات اللي بيقدمها في هذا المجال العلمي. تقديراً للتميز العلمي والإسهامات الواضحة، تم منح الأستاذ الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية جائزة روبرت لين كارول العالمية، والتي تعد إحدى أكبر جوائز التخصص في العالم لعام 2023 من جمعية الحفريات الفقرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هي المنظم الأكبر عالمياً في علم الحفريات الفقرية. يتم منح هذه الجائزة لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنوياً، في حين أن الفائز لا يتقدم لهذه الجائزة، ولكن يتم ترشيحه سراً دون علمه لشدة التنافسية عليها، وحيث جرت العادة أن يتم الترشح لها عدة مرات. لكن تم اختيار الدكتور هشام سلام بما له من بصمة واضحة في إثراء مجال الحفريات الفقرية، ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل في كل أنحاء العالم أيضاً. وكشفت كواليس الجائزة أنه قد تم ترشيح الدكتور هشام سلام من قبل 3 علماء من جامعات أجنبية مرموقة، إلى جانب 4 من طلاب الفريق البحثي المعروف باسم سلام لاب. ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة بالملتقى السنوي للجمعية، والمزمع عقده في أكتوبر القادم بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مع حضور كثيف متوقع لعلماء الحفريات الفقرية حول العالم. ويرجع سبب حصول الدكتور هشام سلام على الجائزة تكليلاً لجهوده التي سعى فيها لسنوات عدة إلى إنشاء أول مدرسة علمية للحفريات الفقرية في مصر والشرق الأوسط. وتأتي الجائزة أيضاً باعتراف من جمعية الحفريات الفقرية بأن الفريق المصري سلام لاب يسير بخطى ثابتة وفق المعايير العالمية لعلم الحفريات الفقرية. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجائزة، معنا دكتور هشام سلام مؤسس مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة، نتعرف منه على كافة تفاصيل المسابقة، أيضا أبرز الأبحاث والأعمال اللي ساهم بها حتى حصل على تلك الجائزة الدولية. صباح الخير لحضرتك يا دكتور هشام، وألف مبروك. صباح الخير يا أستاذة جمانة، وصباح الخير يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير على كل المصريين. دكتور هشام، إحنا يعني نعرفك من زمان وعارفين جهدك، انك قدرت فعلا من خلال امكانيات بسيطه جدا في جامعه المنصوره انك تجمع شباب صغيرين وتطلع على الصحراء وتشوف الحاجات، وخليت اسم جامعه المنصوره كبير. خلينا نعرف الاول طبيعه المسابقه دي اللي تم الترشح ليها، وازاي مصري قدر يكسب بيها وهو يعني مركز واحد بس او فرد واحد بس اللي بيكسبها على مستوى العالم. طبعا انا شرف لي اكون معاكم النهارده، والجائزه بس مش لي فقط لكن لكل مصر، لأن اللي حصل ده يعتبر صناعة مصرية صنع في مصر. دايما حقيقي الجوائز القيمة والجامدة بتبقى بتيجي العلماء دايما من الخارج، لكن احنا هنا في سلام لاب فريق مصري خالص، بدأنا في مصر على طول بعد ما رجعت من الدكتوراه 2010. فعلا انا دايما بقولها ان احنا طبعا حضرتك عارف ان البيئه هنا ساعات كتير بتبقاش تكافئ الطموحات بتاعه الباحثين، لكن احنا خلقنا فقاعه علميه بنتنفس فيها نسيم العلم. وبدات في السبب الرئيسي في نجاح المنظومه ان هو الاختيار الطلاب بشيء من العنايه يعني. وطبعا كنا ان احنا ننشا حاجه لاول مره في تاريخ مصر، اللي هي مدرسه كان دايما معروف ان الحفريات والديناصورات
وكل البري هيستوريك لايف بيتم اكتشافها بواسطه الاجانب، يعني علم الخواجات زي ما بيقولوا، يعني زي الاثار. يعني هو نفس الفصيله، يعني علم المصريات وعلم الحفريات ما بيختلفوش كتير لغايه لما بقى فيها مصريين. بالظبط كده. لكن بدات اركز جدا جدا على ان احنا يكون عندنا حاجه مصريه لاول مره، في مش بس في مصر لكن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فبدات بمعايير مهمه جدا، ان انا اختار طلاب ممتازين، يكون عندنا مركز مرموق. طبعا احنا يعني كان عندنا مكان لكن ما كانش عندنا مركز بالشكل يعني مأمول. لكن جامعة المنصورة طبعا عملت يعني شغل كبير جدا في إنشاء أول مركز بصبغة عالمية فعلا. عندنا برضو يعني هيئة التمويل في البحث العلمي أدتنا طبعا أكثر من يعني جائزة لتطوير المركز، وإحنا دلوقتي بنطوره بشكل رائع يعني. اقدر اقول ان جائزه روبرت دي تعتبر من يعني زي نوبل التخصص كده لو عاوزني اقول كده يعني، بس هي فعلا من اكثر الجوائز المرموقه اللي ما بتروحش لاي حد الا اذا كانت له اسهامات واضحه وغير في منظومة العلم دوًا في مكانه أو في محيطه يعني. طيب دكتور، ده خلينا نروح مع حضرتك ل يعني السؤال التالي. فكرة حصولك على جائزة روبرت لين كارول اللي بتعتبر زي ما حضرتك قلت نوبل الجوائز في هذا المجال، ده ناتج عن أبحاث وأعمال وإضافات وإسهامات كبيرة في هذا المجال. إيه أبرز الأبحاث والإسهامات اللي على أساسها حضرتك حصلت على هذه الجائزة؟ طبعا أهم الإنجازات إن إحنا أنشأنا أول مركز في الشرق الأوسط لدراسة العلم دون بأيدي مصرية أو بأيدي العرب يعني أو الوطن العربي، ده والشرق الأوسط عموما يعني. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا إسهامات مرموقة ونشرنا في أبحاث علمية ذات صدى علمي كبير جدا، زي المنصورة سورس الديناصور، المنصورة سورس اللي تم اكتشافه والإعلان عنه 2018، زي الفيومي سيتس الحوت البر مائي اللي بيمشي على أربع أرجل في برضه سنة 2021. ومش بس كده، لا احنا عندنا كل سنة إسهامات قوية جدا جدا، مش بس بإيد هشام سلام ومن شو بس، لكن دلوقتي عندنا كتيبة من العلماء المصريين الشبان اللي هيشار لهم بالبنان خلال سنوات قليلة مقبلة. وأنا عن نفسي متحمس جدا إن أشوفهم على منصات التدوين قريب جدا، وعندنا حاجات هتكسر الدنيا قريب جدا جدا يعني، هتسمعوا عنها خلال أسابيع. طيب دكتور هشام، يعني لو عايزين نتكلم عن أهم هذه الإسهامات العلمية اللي فعلا أثرت على العالم، يعني لو بنتكلم على تأثير علمي على إنجاز، أفتكر أنكم اكتشفت حوت في الفيوم أو حاجة من أحد الفقاريات في محافظة الفيوم، إزاي ده أثر؟ يعني قال إيه؟ يعني ذكر إيه أو وثق إيه في الحياة البرية؟ الاكتشاف مش بس إن إحنا بنلاقي حاجة ونيجي نقول للناس إحنا لقينا حاجة. يعني مثلا على سبيل المثال اللي حضرتك ذكرته الفيوم سيكس أو حوت الفيوم، ده احنا اشتغلنا عليه اكتر من 5 سنين متواصلة، وقدرنا نعرف ان الحيتان مثلا على سبيل المثال، كل الناس تعرف ان الحيتان بما انها بتعيش في البحار والمحيطات فانها شبيهة بالاسماك، لكن هي في الاصل اصلا كائنات برية كانت تعيش على اليابس، وظروف تغير المناخ اللي موجودة ادت الى ان هي تستوطن البحار والمحيطات. لكن احنا عندنا في مصر تاريخ تطوري للحيتان، بما ان نقدر نقول عندنا الميسنج لينك او الحلقه الوسيطه بين الكائنات الحيتان التي تعيش على اليابس والكائنات اللي هي او الحيتان اللي هي بقت فولي اكواتيك او بعيشه دائمه في البحار. مش بس كده، عندنا مثلا الابيلوسيريد الديناصور اللي اكتشفناه عن عمر 98 مليون سنة من الواحات البحرية،
برضو ده كان دليل، مش بس كده، كان دليل على تقارب القارات، وكانت القارات كلها كانت كتلة واحدة يابسة قبل أن تتفكك في يوم من الأيام، وكانت وده دليل لأن اللي وجدنا الشبيه للأبيلوسيرد ده موجود في مدغشقر وموجود في أمريكا الجنوبية، مما يدل على أن القارات كانت كونكتد مع بعض. صحيح، أكيد بالتأكيد فيها في إسهامات كثيرة، وأنا متأكد جدا من جهدك. بنشكرك يا دكتور هشام، وبننا أن أنت تشرفنا في يوم في صباح الخير يا مصر عشان نسمع منك عن هذه الإنجازات وأيضا عن هذه الجائزة. دكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقرية في جامعة المنصورة والفائز بهذه الجائزة الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.